هل سمعتم عن شيء يسمى الاحتراق الوظيفي او ما يسمى بالبيرن اوت؟ طارق رجل يبلغ من العمر 40 عاما، هو يعمل موظف علاقات عامة في احدى الشركات، هو متزوج ولديه 3 اطفال. عندما بدأ حياته المهنية، طارق كان محط التقدير والاعجاب من قبل رؤسائه ومن قبل زملائه، لكن في الآونة الأخيرة تغيرت حياة طارق. طارق أصبح يشكو من إجهاد وصداع وإرهاق مستمر. سلوكه مع زملائه تغير، أصبح يغلب عليه الشعور بالإحباط والإرهاق والتهرب من العمل. هو يقول أنه لا أحد يقدر عمله، لكنه كان مثقلا بالأعمال والأعباء. في الآونة الأخيرة أصبح في نوع من المشاحنات بينه وبين رئيسه في العمل، وهو يفكر الآن بالاستقالة. عندما ذهب إلى عيادة الرعاية العاطفية وعلاج الألم، قالوا له: أنت لديك ما يسمى بالاحتراق الوظيفي يا طارق. قال: وما الاحتراق الوظيفي؟ قيل له: الاحتراق الوظيفي بمعنى أنك تشعر أنه أنت صرت مجهد وغير قادر على تقديم العمل كما تعودنا سابقاً، لأن البطارية عندك خلصت، لأنك مرهق، ولأن الاسترس أو الضغط في جو العمل لم تعد قادراً على التعامل معه. مركز مشتاق للتدريب والتطوير وعيادة الرعاية العاطفية وعلاج الألم يقدمان الحقيقة خدمة نموذجية. لدينا ورشات عمل قد تكون على شكل ندوات أو على شكل رحلات متخصصة نطرح من خلالها موضوع احتراق الوظيفي. ما هي أسباب الاحتراق الوظيفي؟ ما هي الأعراض التي تصيب بالموظف الذي يشكو من احتراق وظيفي؟ طيب، ما هي الوسائل المتبعة لتجنب أو تعامل مع احتراق الوظيفي على مستوى الفرد وعلى مستوى المؤسسة؟ كيف المؤسسة تدرك أن لدينا احتراق وظيفي بين موظفينا لكي نحسن الأداء في العمل ونحسن شروط العمل؟ إذا كنت تشكو من احتراق وظيفي، أو كنت مسؤولاً في أحد الشركات العامة والخاصة وتود أن ترفع إنتاجية موظفيك وتضمن أعلى مستويات الولاء والإنتاجية في الشركة، فأنت بحاجة إلى التواصل معنا. تواصل معنا حتى نعقد معكم دورة متخصصة في الاحتراق الوظيفي، نتعرف على أسبابها ونخرج بوسائل عملية من أجل التعامل مع الاحتراق الوظيفي، لأنك تستحق أن تكون موظفاً مثالياً وتستحق أن ترفع إنتاجية العمل لديك. تواصل معنا وسوف نقدم لكم خدمة طيبة.